يعني طب بتحاول انا تشوفها دلوقتي كان معايا الدكتور ايهاب الكومي فقال انه الاهلي بيحاول لسه بس صعب خلاص امام وعمنا بيروح وقال في بلان 2 ان في لعيبه تانية من انديه تانية الراجل هيضمها. مين ممكن يعني مع زيزو محتاج اتنين تانيين يعني مين ممكن يبقى مع ميكيلي مصطفى فتحي؟ ما النهارده لا ما خلاص فيه بيراميدز حد الان برضه ما قال لك اتكلموش لا ما بيراميدز اتكلموش قال لك بس ده نفس مكان زيزو حد هو زيزو هيروح المنتخب الاولي لا صلاح يروح منتخب اولمبي تجيب له مصطفى فتحي لا انت مش محتاجه ما فيش هو يعني بس في وجود زيزو اللامعين قوي في الدوري اللي نقول لا يروح وضامن انه يلعب عليه هو قال لك في بلان 2 مين بقى بعيد يعني بعيد عن الاهلي وبيراميدز وزيزو في الزمالك لا وكمان ده اتخض ظهر الزمالك وانت عم جيت برضك لما يمشي ما انت عندك مشكله برضك حتى في الزمالك مش هيبقى في مساكين مين ممكن يبقى في انديه الدوري اصل انت محتاج ايه دلوقتي بتتكلم عن مهاجم انت محتاج لعيب خط نص يعني مثلا مين لعيب خط نص في مصر ممكن تستعين مفيش بره اهلي وبيراميدز وزيزو في الزمالك مش حد يعني اقدر اقول يلعب على حد في المنتخب الاولمبي يعني مفيش حد مثلا يلعب على شحاته في المنتخب الاولمبي مفيش حد يلعب على ابراهيم عادل مفيش حد يلعب على محمود صابر مثلا يعني طبعا هتاخد مين بره اهلي زمالك اهلي وبيراميدز تحديدا وزيزو في فيرود هدافين الدوري اجانب ما فيش غير حسام اشرف اللي هو اصلا سن اولمبي مش واخده ولا هو مش واخده اصلا لا يعني قصدي يعني ممكن ياخد بتاع امبي اوفا مثلا اللي هو اوفا ما يعني واو قوي اكتر من حسام اشرف او من اسامه فيصل هو اسامه فيصل معاك او من بلال مصر ما انا بقول لك هيلعب عليه اصلا هتاخد حد فوق السن يبقى لازم يلعب لازم ولا يلعب اللي هيلعب ما هو مش منطقه تاخده تقعده طب ما ناخد اللي في السن مش هتلاقيه واو قوي اكتر ولو من ولو جه مثلا امبي قال لك انا والله مصلحتي انا عاوز ان انا صارف فلوس عاوز ابقى ترتيبي الجيد في الدوري من وجهه نظر انا محتاجه هترد وتقول له ايه؟ حقه طبعا يا استاذ بليغ حقه ده اذا كان في فرنسا مبابي اللي هو قعد مع رئيس الجمهوريه الراجل راح وقعد مع رئيس الجمهوريه وبعد ما قعدوا خدوا وجبه الضيافه بتاعته قالوا له لا مش هيسيبه لك تدفع لي كام الجوله الاولى اللي هنعملها دي هتدفع لي انت ثمنها ممكن تاخد سيرديباك مثلا زي احمد بيكهام ما برضه هو عنده هو يعني عنده بيكهام مش هو الواو اللي هو عنده حسام عبد المجيد ده منتخب مصر مع كابتن حسام حسن ايوه انا يعني انا شايف انه لا يعني اعتمد على الفرقه بتاعت احسن يعني مش ما يقصر ما فيش لاعب المؤثر انت عندك ثلاث لعيبه يا استاذ محمد خلاص خدت زيزو مين الثاني اللي ليهم تاثير وممكن يصنع الفارق لو بقول ضم ده اللي قال كده انا فاهم يعني انا بقول لكم مين ممكن ما انا عمال افكر مين ممكن بره صح اهلي وزمالك وبيراميدز صعب صعب طبعا مش كده؟ يعني كل الانديه دي ما يعني ما فيش واحد او اتنين لو المنتخب الاولمبي محتاجهم يساهموا معاه الا بقى لو فكر عبد الرحمن مجدي يعني لو بفكر عبد الرحمن مجدي ما برضه مش هو لازم الثلاث لعيبه اللي هو عبد الرحمن عادي ممكن يعني بيلعب في اكتر من مكان تحت راس هو او طبعا هاف يمين اساسي بس ممكن تحطه تحت راس حرب وتحطه شمال ماشي بس انت بتتكلم في ثلاثه فوق السن يبقى لازم ثلاثه واو اللي هو رايح اضافه امام عاشور محمد صلاح زيزو كل دول اسامي ثقيله ممكن نتفاجئ بمحمد شريف مثلا في محمد شريف وحمدي فتحي الاثنين لو في امكانيه ممكن يبقى خلي بالك اغلب الانديه دلوقتي الموضه طالعه ما بي بس التواصل مع الانديه العربيه اسهل يا استاذ بليغ يعني لو جيت بس تتكلم بس انت لما تتكلم صح مع نادي عربي يعني الدنيا ممكن مع الوكره غير لما تتكلم مع بتاع انتراخت اعتقد بيكون في برموش او انت عايز ديفندر تقيل يفرق معاك حمدي فتحي يفرق معاك مهاجم ممكن محمد شريف يفرق معاك يعني برضو مش في الدوري المصري يعني اللي رجعنا لنفس النقطه بس برضو فكره حمدي فتحي وشريف دي فكره ماشي بس انا بقولك برضك لفينا وطلعنا من الدوري المصري ما طلعناش بنتيجه ما هي دي مأساة ان انت مش لاقي ثلاث لعيبه بره الدوري المحلي اللي انت حريص عليه وعاو مش راضي توقفه عشان الاولمبيات ومش عارف استفاد منه طلعت بره الانديه جاي رساله بيقولوا احمد حجازي ممكن ينضم والنني النني بعيد برضه شويه بقاله شويه ما بيلعبش حجازي كارثه لا كارثه طبعا وامر مرفوض تماما يعني امر مرفوض انت خلاص يعني انا اسف يعني هو المنتخب الاولمبي هيبقى جراش للعيبه كبار السن انا اسف يعني مع كامل احترامي ليهم مش ده حجازي في مستواه والنني في مستوى استاذ بليغ طبعا اضافه بس حجازي بقاله شويه بعيد عن مستواه حقيقه وحرام يلعب على حساب حد في الفرقه والنني بقاله فتره بعيد عن مستواه وما بيلعبش فحرام ياخد مكان الساعي ولا حرام ياخد مكان ديفندر في المنتخب الاولمبي الولاد اللي صعدوا المنتخب اذا ما كنتش هتجيب حد اضافه حقيقيه يساعد كامل احترام احنا كنا معترضين عليهم يلعبوا في التصفيات الافريقيه مع كابتن حسام حسن هتروح توديهم الاولمبياد انا بقول يعني بصراحه ده ماساه يعني احنا ما يحدث مع المنتخب الاولمبي
الناس يعني كارثه، والناس لا تشعر بها الا لما تشوف الاداء بتاع المنتخب الاولمبي، وان هو كان ممكن زي ما انت قلت ان هو القرعه خدمك فيه، فان انت توصل ان انت يعني الدور المحلي يبقى اهم عندك من الاولمبياد، دي التاريخ لن يغفر، لن يغفر التاريخ لمسؤول اتحاد الكره ورابطه الانديه ما فعلوه مع المنتخب الاولمبي. خلصت خلصت.